القوات المسلحة العراقية تتعهد بمنع عملية التخريب وتتوعد بالتصدي بحزم لمن وصفتهم بالعصابات. أنقرة تجدد عدوانها على سوريا وتقصف قرى بمحافظة الرقة. واليمن يتهم قوات الحوثي بنسف اتفاق الحديدة بعد استهداف مقر إقامة الفريق الحكومي بالحديدة. موجز لأهم وآخر الأخبار يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. اتهم اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اتهم من وصفهم بالعصابات باستغلال المظاهرات لمحاولة تدمير مؤسسات الدولة. وقال خلف إن هناك عصابات تستغل المظاهرات لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية وأملاك المواطنين، مؤكدا أنه سيتم التصدي لهم بحزم واعتقال من يقف وراءهم لمنع ومجابهة أعمال التخريب في البلاد. قالت وسائل إعلام سورية إن طائرات مسيرة تركية استهدفت مخيم عين عيسى وقرى شمال محافظة الرقة. يأتي ذلك في أعقاب انسحاب الفصائل الموالية لتركيا خلال الساعات الماضية من جميع المواقع التي تقدمت إليها على مشارف عين عيسى، حيث انسحبت من المخيم وصيدا ومواقع أخرى. قالت الخارجية اليمنية أن انتهاكات قوات الحوثي تهدد بنسف اتفاق الحديدة. ودعت الخارجية الأمم المتحدة لإدانة التصعيد الحوثي منددة باستهداف قوات الحوثي لمقر إقامة الفريق الحكومي في الحديدة. يكشف اليوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن برنامجه للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم، ووعد جونسون البريطانيين في حال فوزه بإعادة مشروع قانون بشأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. هذا ويعتبر جونسون هذه الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإخراج بلاده من مأزق بريكزيت. Right across the UK can grasp the opportunities of a world-class education. Of a strong economy and a booming jobs market. We bring people together by protecting and investing in the public services on which we rely. We bring people أدلى عدد قياسي من الناخبين في هونغ كونغ بأصواتهم لاختيار أعضاء مجالس المقاطعات، وتعد هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وبعد أسابيع من اشتباكات شابها العنف بين المتظاهرين والشرطة. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. في أمان الله.